مساء الخير مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مباشره من بيروت سوق مع الجمهور الرائع اللي موجودين احنا وياهم هون. ليله اخر نهار ببيروت سوق بوسط بيروت. بدي اشكر شكر كثير كبير لاداره بيروت سوق على الاستقبال الرائع والتنظيم الرائع، وهل موجود هالمحل واللوكيشن اللي بياخذ العقل ببيروت سوق مع كل هالجمهور يلي بنشكرهم من اول الاسبوع لليوم متابعينا وعم بيكونوا كل يوم معنا وحدنا بهالشهر الفضيل بشهر رمضان المبارك مع الجمهور الرائع، وكمان ستات وصبايا وشباب موجودين هون بنقول لهم اهلا وسهلا فيكم. عم شوف هالصبيه الحلوه اللي اسمها ماريا، قبل شوي عم تقلي اسمها ماريا، بدي اقول لماريا ولكل يلي اسمه ماريا بدي عيد كل اللبنانيين بعيد السيده بكره كمان، وعيد ماريا وكل يلي اسمه ماريا كل سنه وانتم بالف خير. متابعين احنا وياكم رح نطلع على المسرح لحتى نكون بعد شوي مع المسابقات مع الالعاب مع الربح يلي رح يكون ليلي كمان من نصيبكم انتم المشاهدين وكل الموجودين يلي حاضرين هون. بدي اذكركم المشاهدين فيكم تبلشوا تتصلوا على الارقام يلي اعتمروا اسفل الشاشه 1391 اس ام اس 1373 اتصال. امبارح منى ظاهر من البترون ربحت الجائزه الكبيره يلي قيمتها 28999 دولار، كانوا لها السيارة تقدمة ال ال بي سي 2012 بكامل التجهيزات مع هالهدايا القيمة اللي ربحتها. اليوم عندكم فرصة، رجعنا امبارح بلشنا تقريبا ب 3500 كانت الهدية بالآخر متصل ما قدر يسيب السعر، اليوم رح تطلع الهدية ورح تزيد أكثر وأكثر فيكم المشاهدين انتم تتصلوا حتى تكون فرصتكم كبيره بالربح. وبدي اقول لكم الهدايا بالنسبه لليوم هن من جاليري شالان جعيتا، البضاعه والاغراض الايطاليه 100%، اولمبس كاميرا، اولمبس كاميرا تحت المي بتصور، فاوتشر من لوكسيتان ان بروفانس، مايك سبور اتاميان في ساعه قيمه، لاندري باج وست رائع من كوماكو، وفاكيوم كلينر من ريتيلو يلي بتنقي وبتعقم الجو. ريتيلو هالفاكيوم كلينر يلي بتعمل 18 شغله بالبيت ما بدكم تعملوا شيء بالاخر. رح نبدا نحن وياكم الحلقه ونقول مساء الخير لفاديا يلي موجوده بالال بي سي بالاستوديو مع ضحكه حلوه. فاديا يلي على طول بنستقبلها وبتستقبلنا وبتستقبل اتصالاتكم لحتى تربحوا مع فاديا. مساء الخير. مساء الخير توني، شفتك اليوم كثير حزين، هذا اخر ليله لإلك ببيروت سوق. هلا بينت حزين يعني انا؟ منك حزين؟ تركهم كلهم ورايح على صيدا بكره؟ لا 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 حزين ايه، بس في كثير رايحين معنا على صيدا والمش رايح من هون بتابعنا على شاشه ال بي سي، بس على كل حال اذا شايفه فيها حزن كثير رح انهي لك اياها بدبكه اليوم. هلا هاي بلش الدبكه. يلا ما دبكي هون مش دبكي لا سمح الله دبكي تاني. لا عم مش رح ندبكي، قصدك انه بدك ترقص دبكي؟ لا 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 ايه 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 انا وياك اوكي طمنتني، فكرت في دبكي انا وياك على على وفاق على طول. ان شاء الله يا توني على طول بكون في وفاق بيناتنا. نحن اكيد راجعين لعندك بعد شوي. بدي اقول مساء الخير لكل المشاهدين الموجودين ببيوتهم يلي حضروا حالهم حتى يلعبوا معنا الليله، في كثير 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 جوائز بانتظاركم. مثل العاده الارقام صرتوا بتعرفوها، اتصلوا فينا او بعتونا اس ام اس ونحن رح نرجع لعند توني مع اول لعبه. شكرا لك فاديا، عوده لبيروت سوق مباشره من بيروت سوق. بدي اذكركم بكره رح نكون بصيدا لمول صيدا مع كمان ناس من صيدا ومن الجنوب عم يشاركونا، بنتمنى انه تكونوا كثار لحتى نعيد معكم بهالشهر الفضيل لحتى يكون عندكم فرص كبيره على طول لحتى تربحوا معنا. بتعرفوا لحد هلا انربح هدايا بقيمه تقريبا 75000 دولار ومكملين عبر شاشه ال بي سي اللي رح يكون في هدايا كثير قيمه مقدمه لكم انتم المشاهدين والموجودين معنا. على طول مكملين اليوم بحرزانه صارت الهديه بين 1000 دولار و10000 دولار، بتصيبوا الرقم من لكم مبروك ومن لكم مبسوطين معكم انه نكمل بالربح على طول. رح نستقبل اول مشتركه معنا مباشره ببيروت سوق لحتى نشوف نتعرف على اسمها ونكون نحن وياها مع اول لعبه لليله. مرحبا. مساء الخير. مساء الخير. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. الاسم الكريم؟ زينب حمود. اهلا وسهلا زينب، من وين حضرتك؟ من مزرعه. من المزرعه، اهلا وسهلا فيك وباهل المزرعه. زينب رح نكون نحن وياكي مع اول لعبه لليوم يلي هي الخزنه. منيحه زينب، الخزنه امبارح كانت من ربحت يعني نزيد اليوم ساعه عليها، صار في عندنا بالخزنه ليره ذهب تقدمه مجوهرات صغيب انجليزيه الصنع، وعندك ساعه كمان زد 1 سويسريه الصنع من مجوهرات صغيب. ليرتين ذهب صاروا اليوم، جوزيف عم بيقول لي ليرتين ذهب. زينب زينب وحده حسابك جوزيف صعب ما بعرف صعب يصدقها، حساب مجوهرات صغيب ليرتين ذهب وساعه
يعني عندك تقريبا بقيمة 2500 دولار يا زينب لإلك هون، متمنى كنت تربحوها وعلى طول في مجوهرات صغيب هدايا قيم. 2500 دولار ممكن يكونوا لإلك يا زينب، أي رقم تختاري. الأرقام رح يكون عندك 6 احتمالات رح تشوفيهم على الهواء من الواحد للستة. الواحد، اثنينات، ثلاثات، أربعات، خمسات، ستات، كلهم موجودين. بتنقي الرقم، إذا فتحت خزنة بنقلك مبروك وبنحتفل معك، لا بصير عندهم احتمال الموجودين هون والمشاهدين إنه يرجعوا يتصلوا. عم بيقولوا لك كلهم عم يجربوا يساعدوكي، بس انت شو هيك الهامك اي ارقام تختاري؟ ثلاثة. رقم ثلاثة زينب بتنقي ثلاثات، اذا ثلاثات فتحت خزنه بتربحي 2500 دولار، ليرتين ذهب وساعه بقيمه 1500 دولار من مجوهرات صغيره. ثلاثات، واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه. ثلاثات ما بتفتح زينب، ما بتفتح، بنتاسف نحن وبنقول لك انه رح يكون في فرصه بعد شوي لحدا من الموجودين هون او حدا متصل مع فاديا كمان، لانه عم تربحوا كثير خزنه، عم تفتح بصراحه تقريبا كل يوم تفتح الخزنه وبيكون فيها جوائز وهدايا قيمه ليرتين ذهب واسعه. نرجع لعندك فاديا وبعد شوي بنرجع لهون لحتى نختار مشترك جديد موجود ببيروت سوق من الجمهور. رجعنا حتى نكمل حلقتنا لليله من نقاشيت، وراح اخذ اول اتصال. الو 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 يس الو بونسوار. يا اهلا، مين عم يحكي؟ معك نادر. من وين نادر؟ انا من بيروت. عم تحكينا من بيروت، ما هي؟ 100% مزبوط. نادر رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشه، بدي اعزبك تختار رقم بين 1 و30. اي رقم بتختار يا نادر؟ بين 1 و30 بنقي 27. 27، رح نشوف 27 شو مخبي لك. اي لعبه؟ 27 صحح المثل. صحح المثل، طيب بدك تصححه وتتربح يا رب. يلا بقول لك، اذا اردت ان تطاع فاسال. اذا اردت ان تطاع اي فاسال القطاع او الاحتمال، المستطاع او المطاع. اكيد المستطاع. اولك وحياتك شو عرفك؟ أنا لأنه بعرفه منيح وبطبقه كمان. يلا إن شاء الله على طول نحن نقدر كمان نطبق نطبق المثل. عم تحلف وحياتي إن شاء الله ما يصير معي شيء الليلة. لا يعني تزبط. إيه إن شاء الله تزبط، رح نشوف إذا كان جوابك مزبوط. إذا أردت أن تطاع فاسأل المستطاع. برافو يا نادر، مثل ما قلت يعني ما حلفت وحياتي وراح تعرفها. ميرسي يا نادر. تعالك شو بتربح معنا؟ بتربحنا معنا من عند عزة الدعوق بوتوكس هير ماسك، وبتربح كمان رول هولدر لايف هايت. ألف مبروك يا نادر. هول أكيد البوتوكس مش لإلك، يعني بدي يروحوا لأختك، لمرتك، أو لحدا هيك بتعزه وبدي يكونوا يروحوا لصبية. ألف مبروك يا نادر. رح نرجع على بيروت سوق. شكرا لك فاديا، شكرا. عودي لبيروت سوق، مبروك لنادر يلي ربح معك فاديا. بعد شوي في إلنا عودي لعندك لحتى نكون مع منتصلين جديد ومشتركين كمان. نستقبل بهالوقت مشترك جديد. مساء الخير، اهلا وسهلا. مساء النور، اهلا وسهلا. كيفك طوني؟ كيفك؟ كيف احوالك؟ ماشي الحال. كيف الصحة؟ تمام. الهمة؟ همة قوية. الهمة قوية. شو الاسم؟ محمد حلاوي. محمد من وين محمد؟ بيروت. اهلا وسهلا فيك بأهل بيروت. محمد رح نكون نحن وياك هلا مع تابلو، بنشوف الارقام، تختار رقم من 1 ل 30. بدي اذكر المشاهدين فيكم تتصلوا تبعتوا اس ام اس على الارقام اللي عم تمروا باسفل الشاشه، لانه رح نكون بحرزين اليوم الهديه بين 1000 و10000 دولار. امبارح كانت ربحت تقريبا 29000 دولار، الهديه القيمه اللي فيه سياره وهدايا كثير. اليوم بين 1000 و10000 دولار واحد منكم ممكن انه يربحها. محمد رح يكون معك تابلو نشوفه قدامنا على الشاشه. اي رقم تختار من 1 ل 30 محمد؟ 15. رقم 15، محمد بيختار رقم 15. محمد حلاوي من بيروت، متمنى لك كل التوفيق. محمد ترجع شوي هيك. ايوه كثير منيح، كثير منيح. محمد رقم 15 مخبي لك شعر، كيفك بالشعر محمد؟ ماما. شو ماما ماما؟ ما في شعر. يعطيك العافيه. ايه؟ ماشي الا بدك تجرب. ماشي بنجرب. لانه رح ناطرينك كله مشان الشعر. ايه اوكي. محمد الشعر اللي رح نشوف اربع كلمات، بدي اقول لك بحال الشعر ركبت لنا هيك شعر مقبول يعني كلام حلو، رح يكون في لك هديه قيمه، وهالهديه هي جي سي، ساعة جي سي سمارت لكجري، موجودة ببيروت سوق هون ببوتيك جي سي الوحيدة الموجودة بلبنان هالبوتيك ببيروت سوق. فإذا هيدي ساعة ستتية حلوة كتير، قيمتها 540 دولار. ستتية عم تضحك ها؟
لمين؟ كمل لي عم كمل. لمين 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 لمين؟ شو بدك لمين؟ محمد ما حدا سمعنا ما حدا شايفنا منا على الهوا. لمين رح تعطيها؟ حدا من الموجودين هون. حدا الموجودين هون من ستات يعني والصبايا؟ يمكن ستات صبايا ساعة يمكن تكون لكم 540 دولار قيمتها جي سي وهي سمارت لكجري مقدمة بسوق الذهب هالمحل. أوكي. رح نشوف الأربع كلمات لحتى نشوف كيفك بالشعر يا محمد. محمد أربع كلمات الشعر هن أول كلمة أتوب، ثاني كلمة أذوب، أدوب دوب يعني أذوب، ثالث كلمة أجوب، ورابع كلمة هي أسوق. أسوق أسوق. بتسوق منيح؟ ايه بسوق منيح. عطول سواقة بتحط حزام الأمان؟ ايه منتبه؟ محمد بسوق على مهله. يلا أتوب أذوب أجوب أسوق. بلشنا أتوب. بالترتيب بدك ياهم؟ لا مثل ما بدك. أوكي. أسوق 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 كاي أزوق أسوق كاي مين؟ كاي أسوق ايه كاي أزوق كاي وين أزوب؟ أزوب أسوق كاي أزوب ايه أسوق كاي أزوب. ثالث كلمة شوية أسوق كاي أزوب أتوب والرابعة أجوب. أوكي بلشت أتوق أسوق كاي أزوب معلش مكملين ايه وأجوب ايه؟ وأجوب لكي أتوب. شو رأيك فيها محمد؟ هيدا هيدا اللي طلع معك هيدا اللي طلع معك ممتاز يعني نعطيك شي ساعة ونص بركي معقول يطلع شي لأنه محمد شي روعة 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 رائع من عيدة بتعرف تعيدة؟ ايه أكيد إذا بتعيدة رح أعطيك الهدية لعيدة لنشوف أسوق أسوق كي أزوب كي أزوب أوكي ايه؟ يعني بتسوق للدوب ايه؟ للدوب وأجوب وأجوب لكي أتوب ألف مبروك مبارك فيك تهنينا كثير ما تخلي حالك هيك ايه من بكره من الليل بتقعد على الشعر وبتكتب انا اصلا مبروك لك جي سي واتش بتربحها الله يبارك فيك مقدم لك سمارت لكجري من سوق بيروت اهلا وسهلا فيك شكرا لك الله يبارك فيك محمد مبروك اهلا وسهلا محمد رح نكون احنا وياكم نتابع بعد الاعلان لنكون مع الاب ومسابقات ولنكون مع ربح على طول ببرنامج نقشت عبر شاشتكم الال بي سي خليكم معنا منعود بعد البريك تنتابع حلقتنا لليلة من نقشيت وإن شاء الله بتنقش معكم كلكم الليلة رح أخذ اتصال جديد ألو ألو بونسوار بونسوار شربل مسرحال معك كيفك شربل؟ تمام كيفك أنت؟ أنا كتير منيحة ماشي الحال؟ شربل بدك تربح؟ إن شاء الله أكيد يلا رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة أوكي أي راوند تختار شربل؟ 11 يعني 11 مظبوط اها بعرف عربي 11 بقول لك حلو مالح يعني سويت اند ساور ممتاز هيك قال لي المخرج قبل شوي يلا هيك بلشنا ب 11 سويت اند ساور بتحب الشاورما؟ شاورما؟ ايه ايه طيب الشاورما اكيد شاورما لحمة لحمة عندك 85 جرام لحمة شاورما شاورما لحمة طلع في أحكي شاورما لحمة بدك تقلي كم وحدة حرارية فيها 317 أو 817 317 نعم مين قال؟ إيه أنت قلت؟ أكيد ليه 317؟ لأنه 85 جرام أوكي شو قال؟ لحظة عم بقول المخرج إنه عم بقول إنه يمكن أكتر شو قلت؟ 317 اوكي انا ضعت بينك وبين المخرج انت عم 317 رح اشوف اذا كان جوابك مزبوط يا شربل شاورما لحمه 85 جرام يعني 317 وحده حراريه الف مبروك يا شربل مزبوط جوابك بتربح من عند شو افنيو فاوتشر بقيمه 100 دولار شو رايكم نرجع على بيروت سوق انطوني تنشوف اذا في شيء مشترك حتنقش معه هلا شكرا لك فادية مباشرة نحن وياكم ببيروت سوق مع هالجمهور رائع يلي عم نكون نحن وياه متابعين لاخر ليلة موجودين هون ببيروت سوق بدي اذكركم انه بكره رح نكون بلومول صيدا اسبوع كامل بس كانت هالتجربة رائعة يلي عم تابع فيها هالاسبوع الرائع ببيروت سوق يلي عم نكون كلنا مع الجمهور انت صار لك زمان هون؟ لا وصلوا شعراتك قبل ما توصل اكيد فرجينا شوف وقاف هيك نزال انت لا خلي وجهك برا وقاف منيح وقفك
وقف. لا ما تبين وجهك، خليك هيك. ايه خليك هيك علق. ايه هيك. ايه ايوه. جيت فيهم مرة واحدة ولا على مراحل؟ صح اوكي. باي باي. يلا مكملين احنا وياكم من بيروت سوق. رح نستقبل هلا مشترك جديد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مساء الخير. بونسوار تاني. اهلا وسهلا، عرفنا اسمك؟ محمد بركات. محمد بركات. منين محمد؟ من مصر. من مصر. اهلا وسهلا فيك. هلا حبيبي. ازيك يا محمد؟ الحمد لله كويس. مشي الحال محمد. اي رام تختار من 1 لـ30 لحتى نشوف شو هي اللعبه اللي رح يكون عندك يا محمد؟ رقم 7. رقم 7. رقم 7. رقم 7 لنشوف شو مخبيت لك يا محمد، وشوف شو الهديه اللي مقدمه لك، ونقول لك الف مبروك. وهي غنيه. كيفك بالاغاني؟ منيح يعني؟ ماشي الحال. ماشي الحال. ايه نسمع مطلع اغنيه يا محمد. اذا عرفت شو بدك تعرف شو هي، شو عنوانها هالاغنيه لحتى نربحك. اوكي. بحال ربحت الغنيه رح يكون في عندك من هوليدي ان بيروت دون غدا لشخصين بالاسكيبيد ريستورانت، غدا طيب وشهي. وكمان عندك بادي سكيل، هيدا مقدم ميزان من زونلي، كمان الماركه العالميه، بيكونوا هدايا لك يا محمد. نسمع مطلع اغنيه، عرفت لها عنوانها بتربح الهدايا كلهم سوا ان شاء الله. جاهز يا محمد؟ ان شاء الله. قديش جاهز؟ 90%. قديش؟ 90%. 90%. يلا سمعونا لو سمحتوا مطلع الاغنية الموسيقى. جمهورية قلبي محمد اسكندر. محمد بيقول انه هاي الاغنية هي جمهورية قلبي لا محمد اسكندر. بحال كان اكيد من جوابك. قديش هلا؟ 90 ولا 100%؟ 99.9. 99.99 انه هاي الاغنيه هي جمهوريه قلبي لمحمد اسكندر. بنسمع اذا الاغنيه صحيحه. احنا ما عندنا بنات بتوظف بشهادتها، عندنا البنت بتدلل كل شيء. ما بتغني؟ مش حلو صوتك. مين قال؟ ما سمعنا لصوتك منيح بعد. نعم لا، نعم لا. هيك الحال محمد بنقول لك مبروك هالغنية اللي عرفتها أنت جمهورية قلبي، وبتربح من هوليدي إن جون غدا لشخصين بالاسكابيد، وعندك كمان بادي سكيل ميزان مقدم من زونلي. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. شكرا، تفضل. رح نكون نحن وياكم متابعين مشاهدين كمان لحتى نكون مع مشترك جديد بهالوقت مباشرة من بيروت سوق بآخر نهار. عم نكون نحن وياكم لحتى نتابع مع مشتركين وربح. مساء الخير، اهلا وسهلا. كيف الاحوال؟ الحمد لله. شو الاسم الكريم؟ علي العرب بعلبك. علي اهلا وسهلا فيك وباهل بعلبك. سلام لالون عم بيشوفونا من البقاع يلي بنحبهم كثير بعلبك. علي مشارك قبل ببرنامج تلفزيوني؟ لا، نحن حبينا انه نقدم ونشارك مع حضرتك. اهلا وسهلا فيك، اول مره يعني. هيدي حظ. لا قلنا لك حنلحقك على صيدا. لا كمان رايحين على صيدا. اهلا وسهلا فيكم. علي اي رقم تختار من 1 لـ30 يا علي لنشوف شو الهديه 18. او شو اللعبه اللي مخبيتها؟ 18. رقم 18 بيختار علي. رقم 18. علي رقم 18 شو مخبي لك؟ اختار بعلبك عم يحضروا لعلي وبيفتخروا فيه وبيتمنى انه يربح. هلا رقم 18 مخبي لك، سيب سعره بالاسعار منيح، بتصيب السعر. عندنا هدايا قيمه عم نشوفهم قدامنا هون يا علي. اول غرض بدنا نحكي عنه هو ساعه مميزة كتير وقيمة من أتاميان، ساعة 6 تية حلوة كتير مقدمة من هون هالساعة اللي هي أوليفر روس من أتاميان. عنا الهدية التانية اللي عم شوفها هون من C&F فيكتوريا سيكرت، هالبرفان يلي مقدم فيري سكسي دير يلي اسمه، كمان بدك تقدر سعرها إذا ربحتها من C&F إلك الهدية. أخيرا وليس آخرا من مايك سبور عم شوف هالشنطة الرائعة. مايك سبور العنوان لكل أنواع وأدوات الرياضة لحتى تروح على هالمحل وتلاقي يلي بيناسبك. علي من بعلبك عم بيشارك معنا، وعنا نحن وياك اول شيء 30 ثانيه والساعه القيمه يا علي من اوليفر روس اتاميون برايك حقها $210 او $200 يا علي؟ $200. $200. 210 علي. 210. ثاني هديه اللي هي من C&F برايك حقها $75 او $82؟ 75. نعم 88 دولار. $82. قلتها بس شفتها. ايه طيب علي عندك هالشنطة كمان مقدمة من مايك سبور برأيك حقها $94 أو حقها 99. 99. 99. $94. صبت شيء علي ولا ما صبت شيء؟ 82. هي صبتها 82. 82 لكن لك رح تكون يا علي من C&F. بالنسبة للساعة مشاهدين اللي هي أوليفر روس من
أتميار رح تروح لحرزاني. نعم بيزيدوا الهدايا وعنا كمان هالشنطة مايك سبور رح تروح للحرزاني. بدي أذكركم المشاهدين SMS على 1391 على 1373 تتصلوا بآخر الحلقة رح يكون في حرزاني بين 1,000 و $10,000 ممكن تكون لألكن. عم بيكون في كتير ربح ببرنامج ناقشت. رح نرجع لعند فاديا ومن بعدها نختار مشترك جديد من الجمهور ببيروت سوق. توني أحلى توني بارود كتير كان اللي بقلك اللوك قبل شوي حلو ايه؟ يا ريت ترجع بتهيك ترجع بتعيدها لأنه هون صراحة كل الشباب طاير عقلهم باللوك الجديد. طاير عقلهم ولا شعرهم؟ كل شيء. لك ما هذا مش عارف. لا لا بدنا اياها. اوكي. لا يعني اللوك شفناه مش على طول انا بنقدر نشوف هيدا اللوك بس انه مبدئيا خلاص يعني اخذتي فكره ما هيك؟ انا اخذت فكره بس طار عقلي باللوك يعني كثير اللي بقلك. عن جد بعرف هادي حسيت من هونيك في هيك هيفي في قلبك على اللوك بس مش عم بيعيرني اياهم خلص كانوا هول وخلص. يلا ان شاء الله هيك بعد شوي هيك بقول لك اوكي وبترجع بتفرجينا هذا اللوك الحلو. اكيد راجعين لعندك توني بعد شوي بس عندي اتصال بالاستوديو. الو الو بونسوار. بونسوار مين عم يحكي؟ نسيم. من وين نسيم؟ بخان. نسيم انت جاهز؟ ايه. قد ايه عمرك؟ 14 سنة. اكيد شاطر. يلا يلا يا نسيم رح بتشوف هلا التابلو قدامك على الشاشه بدك تختار رقم 8. رقم 8 يلا رح نشوف رقم 8 رح نشوف رقم 8 شو هو. صحح المثل. اوكي يلا يا نسيم بقول لك المثل اللي اوله شرط اخرته خيانه أمانة أو سلامة. شو بتقول يا نسيم؟ سلامة. سلامة؟ ايه. شو شاطر رح نشوف إذا كان جوابك مزبوط. يلا لأول وشرط آخرته سلامة هيك نسيم قال مزبوط يا نسيم. ألف مبروك جوابك كان مزبوط بتربح معنا من ريتيلو مكن للتعقيم بيريلو. ألف مبروك يا نسيم هيدا أكيد تهدية للماما حتى تعقم البيت. مشاهدينا رح نتوقف مع بريك قصير وبنرجع بنكمل ناقشت. عودة احنا وياكم مباشرة مجاهدين من بيروت سوق بوسط بيروت حتى نكون مع اخر ليلة. بكره رح نكون بصيدا لومول. صيدا عم نبرم كل لبنان تقريبا بعدة مناطق ومدن لبنانية لحتى نكون اكثر واكثر مع الناس بتواصل باتصال بهالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك. نتمنى يحملكم كل الخير البركة والصحة. تابعين لحتى نكون احنا وياكم ببرنامجنا ناقشت لحتى تنقش كمان مع مشتركين جديد. رح نستقبل بهالوقت مشتركة على الهواء جديدة. اهلا وسهلا تفضلي. مساء الخير بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله انه بتربحي بهاللعبه اللي رح تختاري. بدك تضلك واقفه هون؟ لا المفروض اني اقرب لهون هيك هيك شوي. ايوه كثير منيح. مساء الخير شو اسمك الكريم؟ الهام بغدادي. الهام من وين حضرتك؟ من بيروت. اهلا وسهلا فيك باهل بيروت. الهام عاده بتحسي انك بتربحي اذا اشتركتي ببرنامج مسابقات؟ حظك كبير بيكون؟ ان شاء الله. ان شاء الله حظ كبير. انا بتمنى لك يا الهام كل التوفيق. قبل بدي اذكركم المشاهدين فيكم تتصلوا على الارقام اللي عم تمر باسفل الشاشه 1391 اس ام اس 1373 تتصلوا لحتى تشاركوا بالبرنامج وتربحوا هدايا قيمه. بعد الخزنه بدي اذكركم انه فيها ليرتين ذهب وساعة بقيمة $1,500 يعني الخزنة فيها $2,500. مشاهدين فيكم تتصلوا عندكم فرصة كبيرة لتربحوها. وكمان بحرزاني الهدية بين $1,000 و$10,000. جانا بلشنا عن جديد يا ألهام من بعد ما امبارح كانت منى ظاهر ربحت $29,000 هدية قيمة كثير. ألهام أي رقم تختاري من 1 ل 30؟ رقم هيك بتحسي إنه بيحمل لك الخير. نعم 6. رقم 6 بتحبي الرقم 6. ألهام تختار رقم 6 لنشوف شو مخبي لك تحت الرقم 6 يا الهام وان شاء الله انك تربحي. رقم 6 صيب سعره. هيدا الرقم صيب سعره. كيفك بالاسعار؟ منيحه بتسعري لما تروحي مثلا تعملي شوبينج او تبرمي على المحلات بتحسي الاسعار بتصيبي يا منيح. الهام نتمنى انك تربحيهم ونقول لك مبروك وتاخذيهم معك. اذا ما ربحتيهم بيروحوا على حرزاني يعني بيصيروا يتجمعوا لحتى الناس بعدين المشاهدين او حدا من موجود هون يربحهم. اول هديه عنا اياها وهي كريستالين للشعر من
عزة دعوق مجموعة مهمة كتير وقيم كتير. عزة دعوق يلي بتلاقي كل التشكيلة الرائعة بهالمكان الرائع اللي اسمه عزة دعوق. عنا الهدية التانية من مغربي، عم نشوف نظارات للشمس مغربي أوبتيكال، ممكن كمان يكون لإلك ونقلك مبروك لإلك بيلبقولك إن شاء الله يا إلهام. الهدية الثالثة يلي مقدمة لإلك هي من لويتيام، هالمكان الرائع موجود ببيروت سوق لويتيام، سبا اند لاونج، سبا ولاونج بنقعد فيه، وكمان رح يكون في هدية لحتى اكس بوكس 360 وبي اس 3 لحتى ينلعب البلاي ستيشن 3 لاونج، مقدم من بلاكد ان من بيروت سوق. جاهزة إلهام؟ رح نبدأ نحن وياك، رح يكون معك 30 ثانية. أول شيء عندك هالهدية القيمة اللي مقدمة لك من عزة دعو، برأيك 30 ثانية مشي تحقق $226 أو $215؟ $215 أول هدية ما بتربحها يا إلهام. الثانية اللي هو هالنظارات الرائعة من مغربي أوبتيكال، رأيك حقهم $153 أو $144؟ $144. مبروك إلهام. الهدية الثالثة لإلك يلي مقدمة من لويتيام، وعندك كمان من بلاكد إن من بيروت سوق، لويتيام سبا أند لاونج، $84 أو $74؟ $74 إلهام. عزة دعوق رح تروح الهدية للآخر. بالنسبة ل الهدية الثانية كمان رح تروح للآخر اللي هي من لويتيام على حرزاني مثل ما صاروا يعرفوا المشاهدين. هالعوينات والنظارات الرائعين بتربحيهم من مغربي أوبتيكال. شكرا لك إلهام. مرسي. أهلا وسهلا فيك. متابعين نحن وياكم مشاهدين لحتى نكون كمان مع لعبة جديدة ونستقبل مشترك جديد بهالوقت. أهلا وسهلا، مساء الخير. مرحبا. لعبة جديدة متابعين نحن وياكم مشاهدين من بيروت سوق. مساء الخير. مساء الخير. قربي الميكرو لو سمحتي كثير منيح. شو الاسم؟ زينة قاروت. أهلين زينة، من وين حضرتك؟ من بيروت. أهلا وسهلا فيك وبأهل بيروت. زينة متمنين لك كل التوفيق وإن شاء الله إنك بتربحي يا زينة. أي رقم تختاري زينة من 1 ل 30؟ 14. رقم 14 بتختار زينة، نشوف شو مخبرك تحت رقم 14 يا زينة. رقم 14 مخبرك مشربكة، يعني بتكون أحرف مخربطين، أحرف مبعثرة، وأنت بدك تلاقي شو هي الكلمة. أوكي، بحال ربحتي رح يكون إليك عزيمة كتير حلوة من إيطاليان، إيطاليان فود وأكل إيطالي، مقدمة من مجموعة من كاسبر أند جامبيني، وعندي كمان كيتشن سكيل، كمان ميزان رائع ماركتو زونلي، الماركة الألمانية الشهيرة، بيكونوا لإلك يا زينة إذا عرفتي هالكلمة. رح نشوف قدامنا الأحرف يلي موجودين على الشاشة. الأحرف يا زينة هن ألف، ي، ب، 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 ألف، واو، ميم، زين. بلد، إذا بدك بلد بتبلش هالبلد بحرف الزين. زيمبابوي. نعم. زيمبابوي. زيمبابوي. جواب أنت أكيد منه يعني لقيتيها لحالك. يعني لقيتي الزين والميم والبابوي وزيمبابوي وجواب صح لزنزون. منيح، شو مشي حالك منيح، صرنا عم نرقص بالآخر ومشي حالنا وعلى المسرح. أول شيء كنت هيك بعدين لحلحنا، بس الهدية مش صفرة على زيمبابوي، أنت هيك فكرتي؟ لا، البلد زيمبابوي، بس الهدية، الهدايا رائعين مقدمين من كاسبر أند جامبيني وكيتشن سكيل ميزان زونلي. اوكي زنزون، اورفار. خليكي بدك تبني، بدك تروحي ولا باي؟ زينة، زينة شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. نرجع لعند فاضية لحتى نتابع كمان لعبة جديدة ومشترك جديد ومتصل. بدي اذكركم المشاهدين فيكم تتصلوا لحتى تشاركوا معنا بحرزاني بالاخر الهدية بين 1000 و 10000 دولار، وكمان رح نكون مع فاضية بعد شوي، رح تكون الخزنة يلي فيها هدايا قيمة اليوم، ليرتين ذهب انجليزيات وساعة بقيمة $1,500، $2,500 فيها الخزنة. ونرجع عند فاضية لنكون مع لعبة جديدة. فاد وي من زيمبابوي، بنرجع على قد ما تنكمل حلقتنا لليلة، ما هيك توني؟ بعدك بزيمبابوي؟ نعم. بعدك بزيمبابوي؟ لا لا، أنا رجعت. اوكي، مش شايفتيني؟ الحمد لله على سلامتي يعني. بلا، شايفتك مبسوط كنت. بنقلها مبروك لزينة، اكيد احنا راجعين لعندك.
حنرجع لعندك بعد شوي، بس عندي اتصال جديد. الو 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 بونسوار. بونسوارين، كيفك؟ انا كثير منيحه. مين؟ سافا. معك يارا من لبنان. يارا من لبنان. وي. اهلا وسهلا فيك يا يارا. وين من لبنان؟ من المنصوريه. حدنا ما كثير بعيده. يارا وي. يلا بتشوفي التابلو قدامك على الشاشه. اوكي، بدك تختاري رقم بين 31. يارا في حدا حدك نايم عم بتوشوشي؟ لا. انت صوتك واطي. يلا يارا. سبعة. رقم سبعة. شو مخبى رقم سبعة؟ رح منشوف. ضايعة. عرفتي يارا الضايعة؟ هلا بعرف. لعبة الضايعة حفسر لك، رح نسمع غنية وفي كلمة ناقصة يلي هي الضايعة، بدك تعرفي شو هي الكلمة. ركزي كتير منيح، رح نسمع الغنية. بدي اياكي انت، بدي تكوني مارتي، انت هلا صرتي حبيبة قلبي، رح شيب عروس العرايس وكلن بالمجالس حبيبة قلبي. وبدي اوكي بدو اياكي مارتو. شو يارا؟ المحابس. المحابس قولك هيك؟ اكيد. يلا بعتيه روح يجيبهم هلا. مجوزة ولا لا؟ لا لا. يلا ان شاء الله هيك هيدي السنة ان شاء الله. ان شاء الله على وجهي انا هلا هيدي الغنية. اوكي. يجيب نصيب على الغنية وروح يجيب المحابس. رح نسمع الغنية سوا. اوكي. بدك زلغوط على يارا. ليه؟ لأنه راح يجيب المحافز. اي يلا ناطرته. يلا ان شاء الله. لا يا يارا لا عم قلك بدك زلغوط لأنك ربحتي معنا. هذا هو كان جوابك مزبوط. اوكي. الكلمة هي كانت المحافز. تربحي معنا ويكند من باينلاند، تروحي هيك ترخيها وتروقي أعصابك وتتشمسي وتقضي ويكند كتير حلو. ألف مبروك ليارا. رح ناخد اتصال جديد. ألو 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 ألو. هاي مرحبا. مرحبتين. مين؟ أنا فادية. أنت مين؟ أي أنا غالب. غالب ولا بتحكينا؟ من بيروت والله. مهضوم يا غالب. عم تقولي مين؟ أنت متصل. تسلمي. لا عم أقول مين أنا لأنه ناطر عم بسمعك أنت شو عم تحكوا بس. يلا هاي كانت يارا على التليفون، ربحت وعرفت الغنية. ألف مبروك وإن شاء الله. يا ريتني أنا لو ما مجوز كنت تقدمت لها كمان؟ والله يا عم يا غالب شو بدي أقول لك؟ تسلمي لي يارا. يلا قولي لي. يلا يا غالب انت جاهز؟ بدنا نلعب هلا الخزنة. اي نعم. يلا انا ما عم شوف تلفزيون، انا بالطريق بقدر. يلا انا ما وثق فيي، انا بقول لك. يلا اوكي. عندك الارقام من 1 لـ6. نعم. بس نشوف الشباب اي رقم. اوكي ثلاثات رايحين نلعبوا. نعم. عندك نعم. يا 5 وحدات يا 2 يا 4 يا 5 يا 6، واذا عرفت الجواب وفتحت، لانه هلا انت ما عم تحضرنا. نعم. بس عم تسمع علينا على التليفون. اذا عرفت الجواب وفتحت الخزنه، في عندك ليرتين ذهب انجليزيه وساعه. نعم. زد 1 جلد احمر بقدم لك اياهم، هول كلهم مجوهرات صغيب. ميرسي لك. اذا كلهم تقريبا ب $2,500. يلا يا ان شاء الله. الله يسمع منك. يلا ان شاء الله هيك. اذا ربحت دغري بتجي على قدمه. شوف انا عيد ميلادي، عيد ميلاد مرتي سوري ب2/7. 7 ما في. لا بعتقد. لا طيب. ما في. طب انا باخذ رقم 2. 5 2. يلا 1 2 3 4 5. يا الله يا غالب. يا ريتك هون. لا قولوا عن جد. يا ريتك على التلفزيون حتى تشوف شو ربحت. فتحت الخزنة. لا قولوا عم تمزح. لا ما عم بمزح. في مزح بيناتنا؟ لا انه سوري بعرفك انا وحياة الله ما عم بمزح. وحياة بيبي اللي بدك اياه. اوه كتر خيرك يا رب. اذا المدام عم تحضرنا. نعم نعم. شو اسمها المدام؟ اسمها بشيرة. يا مدام بشيرة، جوزك غالب على التليفون. إذا أنت مرته هلا وكنت بالبيت عم تحضرينا هلا حدق لها دغري. ما شفتي عارفة عن نفسك، شفتي إنه الخزنة انفتحت وكان فيها ليرتين ذهب إنجليزية وساعة جلد أحمر بقدم لكم إياهم مجوهرات صغيب. يا عمي يا غالب شو حظك حلو.
كنت بدي اطلب 7 بس هي لانه خلقانه باثنين 7. خلاص شفت انه مرتك وجهها خير عليك، انا رايي ضلك خليك معه. اوكي يا غالب، الف مبروك مجوهرات صغيب. مجوهرات صغيب بقدم لك ليرتين ذهب وساعة انجليزية. رح نتوقف مع بريك صغير وبنرجع بنكمل نقشت. عودي نحن وياكم مباشرة المشاهدين من بيروت سو بأجواء رائعة، موجودين بآخر ليلة عم تابع نحن وياكم كمان مرة. شكر كتير كبير للإدارة بسوق بيروت ببيروت سوق لهالاستقبال الرائع والمكان الرائع الموجودين فيه. بدي أذكركم بكرة المشاهدين اللي بيحبوا يلاقونا بصيدا وكل المناطق أكيد والضيعة المجاورة بصيدا وبجنوب، نحن موجودين معكم، رح نكون بلومول بصيدا، إن شاء الله تكونوا جمهور كبير لحتى يكون عندكم فرصة كتير كبيرة لتشاركوا ولحتى تربحوا. بدي أذكركم كمان أنتم المشاهدين عم تشاركونا على طول، بفضلكم عم نقدر ننجح بهالبرنامج وبفضلكم كمان عم نقدر نستمر وتربحوا كمان هدايا قيمة وحرزانة يلي هي عم تكون حرزانة ليلي رح تكون بين 1000 دولار و10000 دولار من امبارح، من بعد ما كنت ربحت امبارح، امبارح بقيمة 29000 دولار. رح نستقبل مشتركة جديدة، أهلا وسهلا ليلي. مشتركات من الجنس اللطيف، مساء الخير، أهلا وسهلا، كيف الأحوال؟ ماشي الحال. ماشي الحال؟ ماشي الحال. إن شاء الله منيحة، كل شيء منيح والوضع منيح. نشكر الله، نشكر الله. بتمنى لك كل التوفيق، الاسم الكريم؟ مرسيل مخايل. مرسيل من وين حضرتك؟ من الأشرفية. من الأشرفية، أهلا وسهلا فيك وبأهل الأشرفية مرسيل. مرسيل شو بتختاري الرقم 1-30 لحتى نشوف شو هي اللعبة، لحتى نشوف شو هي الهدية وتربحيها ونقول لك مبروك. 23. 23. رقم 23، مرسيل تختار هذا الرقم بيعني لك شيء ولا هيك؟ هيك. هيك. نحن بننقي هيك. هيك اصبر مش هيك هيك هيك. هيك هيك مرسيل بتنقي رقم 23، مخبي لك رقم 23 يا مرسيل. شعر، كيفك بالشعر ست مرسيل؟ ابدا ما كنت تحب الشعر. ما تقولي لي هيك، لا ما كنت تحبي الشعر أبداً. بس هلا يا مرسيل بدي احبه كرمالك. كرمالي انا هلا شعر بتقولي لمين؟ لتوني. لتوني. من مرسيل الى توني مع حبي اكيد. يلا الكلمات يلي هني، اذا بتربحي مرسيل هذا الشهر بتعملينا كم كلمه حلوه هلا مع الجمهور عم يشوفوك والمشاهدين، رح يكون لك هديه قيمه مقدمه لك. بالعربي مش شاطره، بالالماني بالاسباني بالبدك ايه اعمليها بالاسباني بالعربي. هلا بنظبطها، روقي طولي بالك شوي وشوي. وحده وحده مرسيل، اوكي، تربحي من سيلولر باور موبايل مقدم لك وهو سامسونج جالكسي ميني، في مواصفات رائعه هالموبايل. وبدي اقول لك انه سيلولر باور موجود بالابيسيد بيي، موجود بانتلياس والمكان الرائع والخدمه الرائعه عند سيلولر باور. بتروحي على المكان بتختاري الموبايل اللي بدك اياه، وهالمره مقدم لك سامسونج جالاكسي ميني. الاربع كلمات يا مرسيل يلي رح تقولي لي الشعر فيهم بالاسباني، اول كلمه العود. العود موجود. موجود. بلشي فكري شيء صوب البارود هيك. ايه. اوكي. العود موجود، محبوب. ايه. مشدود. مشدود. أوكي. اوكي العود موجود، محبوب، مشدود. بلشي مرسيل. يا توني يا بارود. إيه؟ العود موجود على التابلو. على التابلو. على التابلو. اي واحد تابلو. شو رجعتي على الصف مرسيل؟ مرسيل اوكي شو رجعي. عود موجود، يا توني بارود. يا توني يا بارود. يا توني يا بارود. ايه مزبوط. ايه العود موجود. اعطيني إيه؟ كلمه محبوب. محبوب. ايه مشدود. والاوتار مشدوده. مشدوده والاشطاء والاوتار مشدوده. وانا مشدود. انا ما بعرف شو بدي اقول لك. بتعرفي ترجعي تعيديها؟ يا توني يا بارود. ايه؟ العود موجود. ايه العود موجود على الطاوله. والاوتار مشدود ومحبوب. ومحبوب مين؟ العود. لا البارود. لك البارود. لك يا مرسيل شو بك على اساس الشعر الي؟ اكيد نسينا يلا نسينا البارود. ايه نسينا البارود. طيب الف مبروك، تروحي بتستلمي سامسونج جالاكسي ميني من سيلولر باور. ميرسي. تربحي. ميرسي. ببرنامج نقشيت عبال كل سنه. عبال كل سنه. كل سنه وانت بالف خير. شكرا لك مرسيل، اهلا وسهلا فيك. سلام. ماي. شكرا متابعين نحن وياكم المشاهدين، رح نرجع لعند فاديا. قلت لكم الفرص قبل شوي من بعد ما كانت ربحت الخزنه ليرتين ذهب. فاديا كانت قالت لنا ساعه انجليزي. ساعه انجليزيه فاديا. الليرات السويسريه والساعه انجليزيه. ايه انا ما قلت هيك توني، انا قلت
ليرتين ذهب إنجليزية وساعة زدوان جلد أحمر سويسرية. يا توني يا بارود. أوكي فاديا. يا توني يا بارود لازم تعرف تسمع مني. عندك إلك منا هدية كتير كتير حلوة فات. لا إلي أنا؟ إيه معلوم إلك هدية كبيرة. يلا شو؟ لايكي على الهوا عم تشوفيها؟ شعراته منيحة من البارود هاي. هيدي براشينج. فاد ميرسي يا بارود. هيك هيك هيك. صراحة أنت كتير محبوب بس أنا فاديا. شفت إنه اللوك كان لإلك اللي بقلك أكتر. لا لا بصراحة خليني ضل هيك أنا بس أنا بدي أقول فادي للمشاهدين إنه قبل شوي ربحت الخزنة اللي كانت فيها ليرتين إنجليزيات من مجوهرة زغيب وساعة قيمة زد 1 سويسرية الصنع. هلا في عندك كمان الخزنة وفي عندك ليرة الذهب عم ترجع تنحط بها الخزنة فادية. مزبوط واللي ربحها توني كان كتير مهضوم. المتصل كان اسمه غالب وكان ما منه موجود بالبيت كان على الطريق وفتحت الخزنة وهيصنا له وقلنا له ألف مبروك ما كان عم يحضرنا يعني هيك كان وثق فينا وفتحت الخزنة بلا ما يشوف. بل ما لا يعني أنا مبروك لغالب وفادية مهم أنت تكوني هيك مرتاحة وشفتك أنت عم تضحكي ضحكة حلوة على الهواء وكان حضورك رائع. مرسي توني خجلتني. مش مبين. طيب رح نشوف إذا الخزنة رح ترجع تفتح مرة تانية الليلة. منقول ألو؟ الو 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 يا لطيفة ليه عم تعيط؟ مين؟ مين عم يحكي؟ مارك. مارك من وين عم تحكي يا مارك؟ من جديد. قديه عمرك مارك؟ 11. مارك ركز كتير منيح، انت بدك تلعب هلا الخزنة، لعبة الخزنة وفيها ليرة ذهب انجليزية من مجوهرات زغيب يا مارك. إذا عرفت الرقم السري وفتحت الخزنة الليرة بتروح لإلك، أوكي؟ أوكي. يلا، رح نشوف الأرقام. أي رقم بتختار؟ التلاتات راحوا والتنينات راحوا. لا 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 هول جديد 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 أنا بقى مخرف اليوم. يلا عندك من الواحد للستة يا مارك. مارك خمسة. خمس خمسات؟ ايه. يلا لحظة إن شاء الله. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وما بتفتح الخزنة يا مارك سوري. بدي اعتذر منك الخزنة ما بتفتح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بعد هيك بكون في شيء متصل لليلة معي يكون اخر متصل وتفتح الخزنة. رح نرجع لعند توني تنشوف الاجواء ببيروت سوق والعاني واكيد توني اليوم عم بودع كل اهالي بيروت لانه هيدا اخر ليلة ببيروت ويلي بده يشتاق له ويح يحبه بده يلحقه على صيدا. شكرا لك فادية. شكرا فاديا عن جد هالجمهور رائع وهال كانت هالاسبوع كان هالاسبوع بياخذ العالم من بيروت سوق مع جمهور كثير كبير عم يجي من بيروت ومن كل المناطق موجودين عم بيكونوا على البلكونات فوق واجواء رائعه وكلهم يلي عم بيشتركوا كمان ويلي ما اشتركوا ثاقب يمكن حظهم كان قليل كمان انبسطوا موجودين معهم بهالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك ببرنامج ناشد. بتذكركم المشاهدين انه الارقام اللي عم تمرق باسفل الشاشه لحتى تشاركوا معنا بهالبرنامج وتربحوا هدايا قيمه. امبارح كنت ربحت هديه كبيره كثير بقيمه 28999 دولار كانت للمشتركه اللي طلعت معنا وصابت السعر على القد يلي هي منى ظاهر. رح نستقبل المشترك الجديد هلا موجود معنا ببيروت سوق. اهلا وسهلا مساء الخير. مساء الخير. شو هالطلعه هيك؟ شويه حركات هيك. حركات حلوه كثير. الاسم الكريم؟ حمزه. حمزه من وين حمزه؟ من بعلبك. اهلا وسهلا فيك باهل بعلبك. حمزه قبل شوي كان شو هالجمهور معك من بعلبك جاي يا حمزه؟ حمزة قبل شوي كمان كان معنا علي اشترك من بعلبك نحنا منسلم عليك وكل أهل بعلبك يلي عم يحضرونا ويشوفونا بك توصل لهم سلامة أكيد وقول لهم رمضان كريم بتمنى لك كل التوفيق أكيد. حمزة أي رام تختار من 1 لـ30؟ 7. رام 7. رام 7 لنشوف شو مخبط على رام 7 يا حمزة بتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله أنك بتربح هالهدية معنا هدايا قيمة عم تتقدم بالبرنامج. رام 7 مخبي لك صيب سعرها منيح بتصيب حمزه. يلا منول يا رب. يلا يلا بتمنى لك كل التوفيق حمزه ان شاء الله. رح يكون عندنا كل هالهدايا اللي موجودين هون. اول هديه يا حمزه هي
هدية رائعة من كامبانيولو إسوارة من الجلد الطبيعي لون أحمر والأحجار الكريمة الملونة. إسوارة لمين هاي حمزة؟ للحبيبي. حلوي الحبيبي اسمها حبيبي يعني؟ دلع بتدلع حبيبي اسم بالليل لا حبوبي حبوبي. إسوارة كامبانيولو من الجلد الطبيعي لون أحمر والأحجار الكريمة الملونة إن شاء الله تكون لألك. تاني هدية من جاس جولري عندك بيرس وعندك كي هولدر للبورتوكلي للمفاتيح وعندك كمان حلق لمين للحبيبة بدك تقدمون. عندك الهدية الثالثة اللي هي مميزة كمان للحبيبة عم شوف هون هاستريتنر من كوماكو ماركت كون اير نتمنى انه تربحها ويكونوا هالشعرات الحبيبة ملسين بشكل رائع يا حمزة ونشوف معك هالضحكة الحلوة لما تربح كل الهدايا. حمزة من بعلبك رح نكون احنا وياك مع 30 ثانية وبلشنا اول شيء كامبانيولو هالاسوارة رح اقع برأيك 115 115 دولار هي 129 ما رح تروح للحبيبة هاي. تاني هدية اللي هدايا قيمة من جاس جولري برأيك حقه 205 دولار او 190 دولار يا حمزة 205 205 او 190 205 190 يا حمزة. الهدية الثالثة اللي رح تكون ستريتنر مقدمة كون اير الماركة من كوماكو حقها 98 دولار او 85 يلا دولار يلا 98 يلا ما بقسي ما بتستاهل شيء حمزة كيف راية عند الحبيبة ما بتستاهل شيء هاي ما بشي يلا اوكي بس بدك تاخذنا غير هدايا لان وعدت فيهم انت وعدت فيهم حمزة مع ضحكتك الحلوة شكرا لك ولمشاركتك اهلا وسهلا فيك وجمهور معه رائع يعني عم جرب يموه عنه عم جرب يخففها عنه حمزة. هالهدايا اللي موجودين هون بيروحوا على حرزاني بتذكركم المشاهدين ليلي الهدية بين 1,000 و10,000 دولار ممكن انه تنربح ما بنعرف رح نشوف بعد شوي رح نتابع بعد شوي مع هالجمهور الرائع من بيروت سوق بالليلة الأخيرة قبل ما ننتقل لطرابلس قبل عفوا ننتقل لصيدا كنا بطرابلس أول أسبوع لنكون بلو مول صيدا مع جمهور رائع رح نتلاقى فيه بكرة نرجع لعند فاد على استوديو بالال بي سي. توني كانت حلوة مشيتك يعني صراحة صار فيك تعمل موديلينج هلا هيك بعد البرنامج بالفعل وهيدا فاضية ما شفتي شيء بعدك شفتي ربع مشي إذا بمشي لك مشي كاملة ما بقدر خبري انت بتمشي والصبايا بيوقعوا شمال يمين كتير روعة مشيتي كتير حلوة يلا اوكي خليك عم تتمرن تنحنا ناخد اتصال جديد الو الو بونسوار بونسوار مين عم يحكي معك بولات كيفك بولات؟ ماشي الحال كيفك انت؟ انا كتير منيحة بولات رح بتشوف التابلو قدامك على الشاشة أوكي. انتبه منيح عندك التابلو عندك ارقام من 1 لـ30 اي رقم بتختاري؟ 16 يلا 16 اوكي ليه بقيت بنطلون اليوم على الديكور لحظت اخضر؟ 16 غنية كيفك انت والاغاني؟ يعني هلا بنشوف يلا نهار الاحد اليوم بعد فينا نغني وبكره هيك نهار الاثنين بنرجع على الشغل لا بكره عيد السيد بكرة على فكره بنقول ينعاد عليكم كل حدا اسمه ماريا بنقول لهم ينعاد عليكم بكره عيد السيده غنيه يلا انت جاهزه؟ نعم رح تسمعي لحن للغنيه وبتقولي لي شو اسمها شو عنوان الغنيه اوكي يلا صفرة هنفتح أكاديمي هون عم بتهددي شوي تقولي له شو خوسي عرفها خلي ساعدني يلا خوسي يا ريت بيساعدك أنا رح ساعدك بتقولي له إنه يا الله خلينا نرجع نسمعها مرة تانية ركز منيح في قلك انه ليارا الغنية وخلص الوقت بولات بدي ربحك ما بعرف لا قولو حاولي حاولي تعرفي لا لا ما رح ضيع وقتي ما بعرف نو نو طب حنسمع اول مره تبعد عني وقول لي شو راح تشوف وحاول ترجع تقرب مني شوف الف
لو بتشوف المخرج شو عم بيقول لي على شكلي كثير بريئه عليك شكلي كثير بريئه بوليت شفتي شو بدك تقولي له؟ حاول حاول تبعد عني وشوف الفرق خلينا نرجع يا اختي كل واحد مطرح ما قاعد يرجع مطرح ما هو قاعد هلا يترك كده حاول مره كانت الغنيه ليارا بدي اعتذر منك يا بوليت ما بتربحي معنا ما بتربحي معنا بس يلي الهدية اللي ما ربحتهم بوليت اللي هن فيسز بقدموا لها فاوتشر بقيمة $100 وهوليداي ان ببيروت دون بقدم افطار هول ما بتربحهم بوليت بيروحوا لاخر الحلقة لعند توني على لعبة حرزينة وان شاء الله حدا بتنقش معه وبيربح الحرزينة رح نتوقف مع بريك صغير ما تروحوا لمطرح توني بانتظاركم عودي احنا وياكم مشاهدين من بيروت سوق باخر ليله عم نكون بهالمكان المكان الرائع بكره رح نكون بصيدا لمول صيدا اسبوع وبعدين نرجع بيروت كمان اخر اسبوع بدي اقول كمان مره شكرا لكل الحضور كل اللي عم بيجوا عم بيشاركوا معنا كل هالاسبوع كانوا بهالجو الرائع اللي عم بيكون خلال هالشهر الفضيل شهر رمضان المبارك مع كل هالهدايا اللي عم تتقدم لحد هلا عبر شاشة الـ LBC من أول شهر رمضان المبارك لحد هلأ صار مقدم أكثر من $75,000 وامبارح كانت هدية قيمة كثير ربحت $29,000 ومكملين نحن وياكم بهالهدايا الرائعة اللي عم تتقدم كل يوم ورا يوم عبر شاشتكم الـ LBC رح نكون نحن وياكم مع آخر لعبة لليوم يلي هي حرزانة بلعبة حرزاني معنا مشتركة بونسوار توني ويسعد لي هالمسا كيفك جاي ورايحة كنت مكملة رح تنزلي على المسرح أهلا وسهلا فيكي وقفي هيك شوي لو سمحتي أيوة كثير الاسم الكريم فيرونيك قربي الميكرو فيرونيك أهلين فيرونيك العائلة ريمو مراد أهلا وسهلا فيرونيك من وين حضرتك؟ من بيروت أهلا وسهلا فيكي بأهل بيروت فيرونيك بنتمنى لك كل التوفيق ثانك يو بتعرفي صورة البرنامج إيه بتعرفي اللعبة اللي هي حرزاني بتصيبي الرقم ان شاء الله انك تصبي وتربحي انا بس قبل ما نكون نحن وياكي بحرزاني ونعطيك الوقت لحتى جربي تربحي وبنتمنى لك الربح بدي اقول لك انه في الهدايا المقدمه بحرزاني لليوم هني من جاليري شالين جعيتا الهدايا القيمه يلي هي البضاعه الايطاليه 100% اولمبس كاميرا بتصور تحت المي فاوتشر من لوكسيتانا وصيمة شرائية من لوكسيتانا من بروفانس وهي مستحضرات طبيعيه من مايك سبور مقدمين باسكتبول شوز اتاميا ووتش ساعه قيمه باج لاندري باج من كوماكو ست رائع وفاكيوم كلينر من ريتيلو فاكيوم كلينر ريتيلو يلي بيعقم وبينقي الجو بالبيت وبيعمل 18 شغله هالفاكيوم يلي بتاخذ العقل من ريتيلو كلهم فيهم يكونوا لك يا فيرونيك اذا صبتي السعر بنقول لك الف مبروك بحرزاني وبنختم معك بيروت لننتقل بكره لصيدا يلا يلا بنتمنى لك كل التوفيق فيرونيك ايه هلا بقول لك قديش اعطيتيني من اي رقم لاي رقم بس بتمنى عليك تقولي الرقم كامل يعني مثلا 2530 2570 كل الرقم لو سمحتي حاضره فيرونيك يلا رح كون نحن وياكي مع رقم بدك تعطيني رقم رح يكون معك الوقت يلي مخصص 30 ثانيه ورقم تعطيني اياه فيرونيك من 1000 ل $10,000 انا بجاوبك اقل او اكثر 8200 اقل 7777 اقل 5000 أكثر 6700 أقل 6500 أقل 6000 أكثر 6200 أكثر و350 أقل 300 أقل 250 أقل 6100 أكثر 6150 أكثر 175 أكثر 180 قولي الرقم كله 6180 أكثر 6199 أكثر 6700 لا 7150 أقل 7100 خلص الوقت فيرونيك خلص الوقت فيرونيك وصلتي على 6300 و6200 و6250 والرقم يا فيرونيك هو 6221 هيدا الرقم فيرونيك 6221 بعرف بقدر انه كنت محمس كثير وبتحبي انك تربحي ونحن كمان بس الرقم ما صبتيه كنت قريبه منه فيرونيك شكرا لك رمضان كريم اهلا وسهلا فيكي وبدي اقول لكل المشاهدين انه هيدا الرقم يلي هو 6200 فيرونيك ما في باي ما في اورفوار ما في توني بنشوفك ان شاء الله
بشوفك جمعت الجي وقت التوج عم ضيق. اهلا وسهلا فيكي بقلبنا فيرونيك بقلبنا فلي فلي هيك انه مرتاحه. اهلا وسهلا باي طن. شكرا لك فيرونيك. لكن رقم هو 6221 منصب مع فيرونيك. بكره حتزيد هدايا اكثر واكثر. المشاهدين رح نختار بكره منكم واحد لحتى يقدر حرزيني السعر اذا بيصيبها. منبلش نقرب صوب ال 10000 دولار وهدايا قيمه عم تتقدم لكم خلال برنامج نقشت. شكرا كمان مره لبيروت سوق وللاداره. بننتقل بكره لحتى اكون معكم بالمول صيدا مع كل المشاهدين لحتى تتابعوا وتربحوا هدايا قيمه كثير من خلال الاتصال فيكم من اليوم على 1391 اس ام اس او 1373 اتصال. ومنتلاقى مع صيدا والشعب والجمهور اكيد الرائع يلي هو بجنوب. نتلاقى نحن وياكم بكره بصيدا بنفس الوقت عبر شاشه ال بي سي. تصبحوا على الف خير.